السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، وبتكونوا دايما بخير. انخفاض في سعر الدولار في البنوك وارتفاع في سعر الدولار في السوق السوداء النهاردة اليوم 19/5/2024 الاحد. فضلا وليس امر، اتمنى اخواتي تشرفوني وتنوروني باشتراك ورايك. اولا اسعار الدولار والعملات من قناتي انا وحياتي في البنوك: الجنيه الاسترليني سجل 59 جنيه 35 قرش، الدينار الليبي 9 جنيه 71 قرش، سعر الدينار البحريني 124 جنيه 44 قرش، سعر الريال العماني 121 جنيه 88 قرش، سعر الدينار الاردني 66 جنيه 18 قرش، سعر الدينار الكويتي 152 جنيه 70 قرش، سعر الريال القطر 12 جنيه 88 قرش، سعر الدرهم الامارات 12 جنيه 77 قرش، سعر الريال السعودي 12 جنيه 51 قرش، سعر اليورو 50 جنيه 87 قرش، سعر الدولار الامريكي اليوم في البنوك 46 جنيه 90 قرش. اسعار الدولار والعملات في السوق السوداء اليوم نستعرضها حالا مع بعض باذن الله. سجل الدرهم الاماراتي اليوم في السوق السوداء 12 جنيه 99 قرش، سجل الريال السعودي 12 جنيه 73 قرش، سجل اليورو 51 جنيه 44 قرش، سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء 157 جنيه 91 قرش، سعر الدولار الامريكي اليوم في السوق السوداء الشراء سجل 48 جنيه والبيع سجل 49 جنيه 23 قرش. بشكر حضرتكم جدا، دمتم يا رب في امان الله.